قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جوزيف السويد النائب الأسقفي للكنيسة المارونية في عمان، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان عيد العنصرة وعيد فضائية نورسات 32، حيث قدم الأب السويد التهنئة الخالصة وبمناسبة عيد العنصرة إلى أطقم نورسات سواء في لبنان أو في الأردن وفي كافة البلدان التي يعملون من خلالها، واصفاً هذه الفضائية التي واكبها شخصياً لعدة سنوات بالكوكب الذي ينير العالم بالرغم من التحديات التي تواجهها عبر رسالتها القائمة على المحبة والسلام والتلاقي. فإلى هناك، ليش اختارت نورسات أنه يكون عيدها في يوم العنصرة؟ فتخبرنا عن روحانية يوم العنصرة ومفهوم يوم العنصرة في المسيحية. العنصرة كانت حدث كبير. نعم. دكتور، أنت بتعرفي أنه العنصرة إجت 50 يوم بعد القيامة. نعم. أنا بقول القيامة نحن بنعتبرها زلزال كبير، بنعرف أنه هي زلزال، الرب قام من بين الأموات ووطئ الموت بموته، بس يومتها إذا بنرجع لحدث القيامة بنشوف أنه كان كل شيء عم بصير بصمت. العذارة إجوا ما لقيوا جدي، في خوف، في تردد، في مين أخذ الجدي، في باب قبر منزاح، في جنود عندهم حالة بلكمة خرس يرقدوا عند قيافة ويقولوا له قام. في عنا حالة إذا بدي سميها هيك يعني مضبوبة، طب بدي شوف شو اللي عمل الانفجار الروحي الكبير، هو 50 يوم حقا وفعلا. نعم. بعد القيامة. نعم. الرسل ما عاد عندهم خجل، ما عاد عندهم تردد، ما عادوا ملبكين وعندهم نوع من انه شو بدهم يعملوا فينا، حبوا انه يكونوا شهود. لساناتهم صارت لسانات عنصرية، مش لسانات اذا بدي سميها خرساء. نعم. احنا بنعرف انه زكريا كاهن المذبح بيو ليوحنا ضربوا الخرس وكتار ضربون الخرس، يعني أنا بتصور هيك إذا بدي أحكي عن قيافة من بعد ما سمع من الجنود أنه زلزل باب القبر، نزاح الحجر، قام الرب، ضربوا الخرس. بعرف أنه هون صار في مواجهة بين الفكر اليهودي الفريسي خليني سميه الحبروي، نعم، والفكر اليسوعي اللي إجا بده يزلزل أركان هيدا الهيكل المتداعي أصلاً، قال لهم دمروا الهيكل أنا ببني بثلاث أيام. وبالحقيقة باليوم 50 شفنا الهيكل كيف بلش يخض، بلش ياخد وهج جديد، الهيكل صار يسوع. تخبرنا هالتحديات اللي مرقت على نورسات لحتى تضلها صامدة وجه كل اللي مرت عليها تتحافظ على كلمة ربنا وتنشرها لهالملايين اللي عم بيتابعوها. دكتور، أنا من الأشخاص اللي بالحقيقة ما كنت بس معد برامج أو أنه ضيف أو أنه شيء. أنت شاهد كمان. أنا يعني كنت شاهد فعلا. نعم. ومشان هيك اليوم بحب أشهد أقول قعدت مع قادة تيلي لوميير. نعم. وحكينا كتير بالوجع، بالحلم، بالبكرة تبعنا. نعم. وشو بدنا. نعم. يا هل ترى قادرين؟ عنا مثل ما بيقولوا المقدرات، حسينا أنه المقدرات الفكرية والإنسانية البشرية بدي سميها وحتى التقنية بنعمة الله وبشهادة كتار أو ببصمات كتار من. نعم. الناس اللي عن جد كانوا جنود خفيين ممكن تتأمن وبتتأمن بصعوبة مرات كتير. نعم. كتير مرات بصعوبة، مرات بدك تشحدي لحتى. نعم. تأمني هيدي الأشياء، ولكن بتتأمن لأنه بالنهاية رسالة تيلي لوميير ونورسات ما كانت ولا مرة كانت رسالة شخصية ومن وراها أنا بدي أعمل، أنت بتعرفي. نعم. فكانت بالحقيقة هي شاهدة لصوت وكلمة الرب. و32 سنة اليوم وعلى مدى هالسنة كلها سوا أنا بقول شغلة كتير أساسية هي عمر يسوع المسيح اللي قضيه معنا على الأرض. نعم. 32-33 سنة. هيدا العمر كان في كتير بذور حلوة، انزرعت البذور، انحطت البذور بأرض طيبة مرات وشوكية مرات وصخرية مرات. ودكتور أنت بتعرفي ما كان في أرض عصية
عصيت على الشهادة وعلى كلمة النورسات والمير تفوت. ياما أشخاص رفقتهم برعيتي، رفقتهم بي من خلال برنامجي للإنجيل، من خلال كتير برامج عملتها، حراس الألف الثالث ليش وصلت لحدا غيرها. حسيت قديش في أشخاص يقولوا لي نحن كنا كتير بعيد بير جوزيف، يعني إذا بترجع لكل مقدمات وكل الضيوف اللي جبتهم، ما كانوا وزراء ولا نواب ولا إعلاميين ولا صحفيين ولا، ما كانوا ضمن إطار، بس وقت الفاتوا على تالي المياري يقولوا لي في روح، منحب إنه هيدي الروح نستثمرها بالمستقبل، نحن اليوم مش مثل ما كنا مبارح. فإذا تالي المياري نور سات وكل هالباقة اللي اشتغلوا ناس وعرقوا ودفعوا عليها ناس، عرفت تفوت مثل البزري حبة القمح، ماتت مرات ورجعت فرخت مرات. أبونا بالنسبة للنورسات الأردن، نحن لما بلشت فرير نور دعانا وصارت فضائية تنتشر على الفضائيات والأقمار الصناعية من 2005، دعينا للبنان لنحكي ونشارك نورسات في انطلاقها فضائيا. فحملنا النور طبعا بداية. أنا ليش في ناس بتسأل بتقول إنه باسمة السمعان كيف بلشت بهالنورسات؟ نحن من السينودس الأبرشي اللي هون الكنيسة الكاثوليكية بتعرف عنهم، والمخطط الرعوي السينودس اللي عاشوا هاي الخبرة من سنة 1995، وانطلق السينودس بالمخطط الرعوي سنة 2000 في بيت لحم. كنت مستلمة أنا كمان الملف الإعلامي، كنت أكتب وأحب أبعث للنورسات أخبار أحياناً يحطوها على نشرة أخبارهم، فمراسلتهم من الأردن باسمة السمعان كانوا يحكوا. بوجه لهم طبعا كل التحية للأشخاص اللي كانوا يتعاملوا معي مثل ماري حصري، رانيا زهرة وماري حصري ورندلة وماري تريزي كريدي، وطبعا أنا بشكر كمان جوزفين الغول اللي هي كمان اهتمت في النورسات خارج لبنان في مكاتب الدول العربية. نورسات الشباب هي نعم، وهي هلا مسؤولة نور الشباب. ماري تريزي كريدي اللي بتتابعنا دائما بنشاطاتنا بنورسات، وأيضا كمان نورسات ماري تريز حنين وسناء حداد ومريشي كمان سناء رياشي كمان بوجه لهم تحية. طبعا فرير نور كان مآمن بالرسالة وأهمية أنه نشر كلمة المسيحيين اللي بالأردن على عبر النورسات، عشان هيك اهتم كمان أيضا في مكتب الأردن. بوجه له تحية كبيرة للسيد جاك كلاسي اللي آمن فينا وبجهودنا بعطائنا بخدمتنا بإمكانياتنا، وثبت مكتب الأردن في النورسات بالأردن. يعني كمان أنا بوجه التحية لأنه هو إله الفضل بوجود نورسات ببركة فرير نور. في جنود كتار يعني مترموا. نعم. مثل كتير أشخاص بالحقيقة، حتى أنا بدي أقول هيدول القادة اللي ذكرتيهم هن قادة بالمكاتب اللي عم بحضروا. نعم. الشغل والورشة. نعم. والطبخة اللي بيتابعوا بس بالشروع. كمان أنا بالحقيقة ترافقت على مدى كل هالسنوات تصوير وإلى ما هنالك وبرامج مع أشخاص هالقد محترفين، إن كانوا عراقيين وإن كانوا مرات سوريين، كانوا لبنانيين إن كانوا أردنيين. نعم. شفت قديش في حب لهيدا المقام الصرح الكبير اللي صار عم بيفلش حبه على الناس. نرجع منقول إنه مكتب النورسات بالأردن طبعا هو مكتب صغير متواضع، كادرنا بيتكون من 10 أشخاص، مصورين ومنتجين وممنتجين ومحرري أخبار. طبعا بنحاول إنه ننقل كل ما هو له علاقة بنشر كلمة الله وتعاليم الكنيسة، ننقل نشاطات الكنائس على اختلاف أنواعها من أدديس واحتفالات دينية وأيضا شبابية ثقافية اجتماعية وتعليمية. كمان بنخدم 10 عائلات كنسية، يعني احنا ما بنحب نحكي طوائف لكن بنقول 10 عائلات كنسية مثل الروم الأرثوذكس واللاتين والكاثوليك والأرمن والسريان وأقباط والموارنة والكلدان، وأيضا ننقل نشاطات اللي بتخدم المجتمع المحلي الأردني بما يخص الحوار الديني مثلا، النشاطات الإنسانية الثقافية اللي بتناسب رسالة نورسات بمحاورها الثلاث: المحبة والسلام والتلاقي.
طبعا لدينا بالإضافة لنقل القداديس والنشاطات الكنسية برامج أخرى على الهواء عبر صفحة الفيسبوك أو عبر النورسات الأردن، مثل برنامج صباحكم نور، برنامج عين على المشرق، برنامج تغيير، وكنيستي أيضا اللي بتنقل تاريخ الكنائس القديمة الأثرية الموجودة في الأردن، وأيضا نلتقي من خلال مقابلات مع نخبة من الكهنة والأساقفة والإعلاميين والشخصيات الرسمية العامة والخاصة. يعني هذا مختصر لإنجازات نورسات. الأهمية الكبرى لرسالة نورسات في الأردن إنها تنقل هذا الحس المسيحي الوطني الأردني أيضا الموجود بهالمنطقة اللي هي عبر شرق النهر، نهر الأردن الخالد، بجوار نعتبر حالنا إحنا أرض مقدسة، الأردن وفلسطين اللي عاش فيها السيد المسيح. من هاي الأرض المقدسة في رسالة، في حضور مسيحي، في عنا أرض كنسي، إرث مسيحي منحب نبينه ونظهره لكل العالم. نحن مش موجودين هون مستوردين من الخارج، نحن هون أصل البلاد وحضورنا مهم، وأهل البيت كمان. فهذه هي رسالة نورسات الأردن.